تبارك الله كاين الثمن شويه، كاين داك الثمن بحال الفرق داير 70 درهم، بحال الرايه دايره 1000 ريال، بحال هذا الفرق داير 1400، بحال الميره دايره 70 درهم، بحال الروجي داير 70 درهم، بحال الباجو داير 80 درهم، قرب داير 90 درهم، كالاماندر 2600، كروفيت داير 100 درهم، الميره دايره 80 درهم، نتمناو على الله يطيح حوت شويه، نتمناو على الله، نتمناو على الله خويا يطيح شويه الحوت، راه كاين الثمن دابا الثمن رافع الثمن دابا طالع الثمن، حسب السلعه قليله، حسب السلعه، ما داخلهاش السلعه، حسب السلعه قليله ما داخلهاش، على حسب السوق، كشويه الله يجعل البركه، الناس حوت غالي عليهم، الناس باغا الحوت والحوت غالي، الناس باغا دير الحوت ولكن الحوت غالي، حوت دير الثمن. الورقه 25 درهم، كاينه الصغيره ب 30 درهم، كاينه الطويله ب 25 درهم حتى هي. لا ما كاينش الارتفاع في الورقه، حنا الثمن اللي كاين ديما هو اللي كاين، عام كامل الثمن اللي كاين هو اللي كاين، ما تزيد حتى شي حاجه. واخا زيد علينا في الزيت وداك الشيء ما زيد حتى شي حاجه، عيد ما كتزيد عليه كيدير ما كيبغيش مولف الثمن اللي مولف ما تقدرش تزيد عليه، ما نقدرش نزيدو حنا على الناس، حنا حاسين بداك بداك سميتو. حنا واكلين العصا وصابرين، اش غندير؟ ما ندير. كل حاجه على الثمن ديالها. كاين سلعه مزيانه كاين بحال دابا الزيت كاين النواع كاين تونس بنواع ديال المغرب توا بنواع هذه السلعه تبارك الله كاين الخير الحمد لله انت شفت تبارك الله المجهول ديال البلاد ديال المغرب توا كاين فيه الماركات بزاف كاين تونس لا كاين الحمد لله الله يجعل البركه واخا كنقولوا كانت وقت معين على هذه الكورونا اللي فاتت جبرت وقت بعدا بعدا الناس يجوا ولاو الحمد لله ولات ديك الحياة الأولى، كل شيء كل شيء تبارك الله يتمشى المغرب اللي جبتها كتمشي، المهم من الحاجة الغالية يدوها الرخيصة يدوها كل حاجة كل واحد كيمشي على السلعة فهاد الشيء التزايد لا الزيادة قليل الحاجة اللي كتكون قليلة اللي كتكون قليلة هي اللي كتكون غالية وما كانت موجودة كتخسر راسها بلا سعر لا ما يسولوا مراقبة ولا شيء الحاجة اللي كانت موجودة كترخاص دابا هذيك شويه ديال السكر الدقيق وداك الشيء هذاك هو اللي لا التمر الحمد لله تمام التمر الثمن الاول اللي كان هو اللي كاين ما مزيوش قليل شي حاجه اللي مزيوده وين كترجع حاجه ملي كتكثر كترخاص هاك يبغي يديروا دوك الشعايات هذه غاليه هذه دايره كل حاجه الحمد لله غادي على مقدره اللوز ديال البلاد هو اللي ضعيف شويه قليل داك ديال البلاد قليل شويه هو اللي كاين والبرقوق هادو ملي مزيود هما داكشي الاخر كان الحمد لله شويه الثمن ديال البرقوق زايد شويه دابا كاينه 70 درهم كاينه 60 درهم الرقيق 60 والغليظ ب 70 هو كان رخيص داك الساعه كان شويه رخيص ويني قليل هاد العام ما كاينش مع الزيت وداكشي باش كيتخدم الزيت غالي ونطلبوا الله غادي يداوها غادي تولي الشتا ان شاء الله مزيان الوقت